بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في الحلقة السابقة في من حلقات من أحكام القرآن الكريم عند قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. في هذه الآيات الكريمات أمر الله المؤمنين، لأن الخطاب للمؤمنين، قد نزل عليكم أيها المؤمنون، ونزل عليكم آيات القرآن، ولهذا قال في الكتاب يعني القرآن: أن إذا سمعتم آيات الله، هذا هو المنزل، أن إذا سمعتم آيات الله يعني القرآن، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها منزلة من عند الله، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، أي مع المستهزئين، حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. كان المنافقون ولا يزالون والكفار وأعداء الإسلام في كل زمان ومكان على هذه الوتيرة الخبيثة، أنهم يستهزئون بآيات الله ويكفرون بها ولا يؤمنون بها، وهذا شيء ليس مستغربا عليهم، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ولكن المؤمنين يعظمون كتاب الله ويحترمونه، ومن احترامهم له وتعظيمهم له أنهم لا يجلسون مع من يستهزئ به ويكفر به، لأن الجلوس معهم في هذه الحالة إقرار لهم على ما هم عليه. فإذا جلس معهم المؤمن وسكت فهذا إقرار لهم على ما هم عليه، أو أنه ترك لإنكار، إما أن يكون إقراراً لهم وإما أن يكون تركاً لإنكار المنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولهذا قال: فلا تقعدوا معهم، وهذا كما في سورة
الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، ونهى المؤمنين، نهى رسوله صلى الله عليه وسلم في آية الأنعام، ونهى المؤمنين عن ذلك في هذه السورة، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا تغير حديث المجلس إلى حديث آخر ليس فيه إثم ولا استهزاء بآيات الله عز وجل وبأمور الدين وبأهل الدين، إذا تغير مجرى المجلس إلى أحاديث مباحة فلا مانع من الجلوس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذا هو الغاية التي عندها يجوز الجلوس، وقبلها لا يجوز الجلوس. ثم ذكر سبحانه وتعالى علة النهي من أجل أن يكون هذا حافزا للمؤمنين على الابتعاد عنهم، وإلا فالمؤمن الصادق الإيمان يكفيه النهي، ولكنه مع ذلك ذكر سبحانه وتعالى علة النهي فقال إنكم إذن مثلهم. إنكم إذن أي إذا جلستم معهم وهم يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها، إذا جلستم معهم غير منكرين فإنكم حينئذ مثلهم، إنكم إذا مثلهم في جلوسكم معهم وهم على هذه الحالة القبيحة، معهم إن أقررتموهم على ذلك فأنتم معهم في الكفر والنفاق، وإن لم تقروهم وسكتتم لكن سكتتم، وإن لم تقروهم لكن سكتتم ولم تنكروا فإنه ينالكم من الإثم ما ينالهم، وقد يصيبكم من النفاق ما يصيبكم، أو تنزل العقوبة فتعمكم، فالحذر في هذا شديد. ثم قال جل وعلا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، كما اجتمع المنافقون مع الكافرين في الدنيا على الاستهزاء بآيات الله والسخرية بها والكفر بها، فإنهم يجتمعون معهم والعياذ بالله في النار، يجتمعون معهم في النار، بل يكونون أسفل منهم، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نسأل الله العافية. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.